فلكن إذا الشعر كما في صح أو حسن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر حسنا فلا بأس به كما الكلام إذا كان حسنا. فيقول المصنف الناظم رحمة الله عليه ابن الأمير الصنعاني: فتم من بكرة ذاك اليوم، أي من صباح ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، من الصباح إلى المساء لما وفد النوم، أي حصلت حاجته إلى النوم ووفد النوم عليه فقهره فأنامه، لأن النوم كما يقال سلطان، أنت تبحث عن النوم ولا تجده، وهو أحيانا يهاجمك فلا تفلت منه، والذي يجرب يعني يعرف. وأنا في الطريق إليكم كنت أبحث عن النوم في وقت من الأوقات فلا يأتيني، وأمس وأنا من نيروبي قادم هنا أريد أن أطرد النوم فيهاجمني ويغلبني في الطريق، وأما في الليلة التي قبلها كنت أبحث عنه فلا يأتي. فسبحان الله، فالنوم يغلب ولا يغلب، قد تغالب النوم ولكنك لا تغلبه. فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، قال: مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه. من يعيد البيت؟ البيت الأخير، قم. نعم، في هذا البيت وهو المقدمة لهذه المنظومة: مشتملا على الذي حواه، أي النظم هذا اشتمل على الكلام الذي فيه الآن، مشتملا على الذي حواه، أي نظمي هذا اشتمل على ما يحويه من كلام ستروه، رأيتم بعضه وسترون الباقي. ثم يحمد الله عز وجل الذي يسر له هذا النظم، فقال: فالحمد للرحمن، وهو اسم من أسماء الله عز وجل يحمد به ويذكر به ويدعى به كسائر أسمائه الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالحمد للرحمن لا سواه، يحمد الله عز وجل، يحمد الرحمن الذي هداه لهذا الكلام الطيب، بخلاف الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين هم في كل واد يهيمون، فأولئك يحمدون الشيطان الذي يوحي إليهم بالشعر، فأهل العلم يوحي إليهم الرحمن ويوفقهم الرحمن ويحمدون الرحمن عليه، وأهل الهوى والضلال والزيغ والفساد والكفر يوحي إليهم الشيطان ذاك النظم. انتهت مقدمة الناظم رحمة الله عليه، ثم بدأ بأقسام الحديث، بأقسام الخبر. لو قلنا حديث أو قلنا خبر فالمعنى واحد، لكن الحديث يشمل الخبر ويشمل الأثر، وأما الخبر فهو مختص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. يقول: تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد، وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين. فهو الآن يريد أن يقسم الأخبار، أي الأحاديث النبوية الشريفة، إلى قسمين أساسيين، فقال: وكل ما يروى من الأخبار. كل هنا تفيد ماذا؟ طيب، قبل ما نبدأ من يعيد لنا البيتين: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين. من يعيدهما؟ تفضل، قم. أو واحد في العين، ولا في عندك أو في؟ أو واحد أو في واحد؟
ممتاز. طيب، وكل ما يروى من الأخبار، كل تفيد إيش؟ العموم، كل الأخبار، كل الأخبار، كل ما يروى من الأخبار. ولو قال وكل ما ثبت من الأخبار فيكون حصر الصحيح دون الضعيف، فهنا قال وكل ما يروى تشتمل الصحيح والضعيف، فلما نقول يروى تشتمل على الصحيح والضعيف. وكل ما يروى، وهي يروى صيغة إيش بيسموها العلماء؟ تمريض، أي تشير إلى الضعف، لكن هو لا يريد به التضعيف، إنما يريد به التعميم. وكل ما يروى صحيحا أو ضعيفا، وكل ما يروى من الأخبار أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم، إما بحصر أو بلا انحصار، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون انحصار، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير انحصار أي بالفعل، فهو سواء الحصار كان قيد أو غير قيد المقصود. فالمقصود الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة أو غير مقيدة. فالأول المروي بفوق اثنين، فكل ما روي من فوق اثنين أو بهما أي باثنين أو واحد في العين، أي روي من طريق واحدة أو روي من طريقين أو روي من ثلاث طرق، فما روي من طريق واحدة واحد في العين أو بهما أي اثنين أو فوق اثنين، فهذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ أحد الذي يروى من طريق، من طريقين، من ثلاثة، يسمى إيش؟ أحد. فكل ما يروى، طبعا لا تنظروا إلى التقسيم أنتم الأول، تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد، الأصل أن يكون تقسيم الخبر إلى أحد ومتواتر إذا أردنا أن نسير بالنظم على التقسيم فوق، لكن هو أراد التقسيم الذي أراده في النظم وليس التقسيم الذي قسمه الذي صنف، الذي صنف هذه التقسيمات أخطأ. وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، أي عن صحابي، عن صحابيين، عن ثلاثة، فهو آحاد. ثانيهما، الأول آحاد، الثاني ثانيهما يدعونه التواترا، ترى به علم اليقين حاضرا. من يعيد البيت الثالث؟ تفضل. تسمعون أم لا تسمعون؟ أنا ما أسمع. طيب، ثانيهما يدعونه التواتر، الثاني المتواتر الذي يدعونه متواترا هو ما فوق الثلاثة على تعبيره هنا، يدعونه التواتر، ترى يفيد التواتر، هذا يفيد علم اليقين كأنه حاضر، هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين، فكأن المتواتر يفيدك علما يقينيا حاضرا عيانا. لكن قبل أن أتكلم عن اليقين أقول بأن بعض أهل العلم من أهل الحديث قالوا هناك نوع آخر من أنواع الآحاد، وهو المستفيض، وهو بين المتواتر وبين الآحاد، فقالوا ما كان له مروي عن أربعة من الصحابة إلى العشرة يسمى مستفيضا، وهذا اصطلاح للمتأخرين، يقال استفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقصدون بذلك عن أربع صحابة فما فوق دون حد التواتر. حد التواتر
عند المصنف هنا في النظم الذي اقتضاه النظم عنده الذي يكون فوق الثلاثة، وهذا غير دقيق غير صحيح. التواتر هو يكون نقل الجمع عن الجمع إلى منتهى، جمع لا حد لهم. أما فوق الثلاثة فلا يراد به متواترة، لكن هو أشار إلى ذلك إشارة ولم يصرح بعبارة، فقال ثانيهما يدعونه التواترة، ذكر المتواتر ولم يذكر حده، ولكن ذكر ثمرته، لم يذكر حده ذكر ثمرته. ترى أي ثمرة المتواتر ترى به علم اليقين حاضرة. اليقين كما قلت هناك علم اليقين، هناك حق اليقين، هناك عين اليقين. يعني الآن مثلا نحن في هذا المسجد، دخل رجل فقال هناك سيارة سوداء وسيارة بيضاء مصطدمتان بجانب المسجد، وهذا الرجل عندنا ثقة، فيكون عندنا لا يعني لا نشك في كلامه، ويأتوا 10 يقولون مثل هذا الكلام، يقولون سيارة بيضاء وسيارة سوداء مصطدمتان بجانب المسجد ونحن لم نرى ذلك، ماذا نسمي هذا من هؤلاء الثقات؟ علم اليقين، صار عندنا علم يقيني بأن هناك سيارة سوداء ضربت سيارة بيضاء. لكن لو ذهبنا ورأينا، خرجنا رأينا هذا، ماذا يكون؟ عين اليقين، عين اليقين. لو أتينا واقتربنا من السيارتين وحاولنا أن نبعد إحداهما عن الأخرى وأن نسعف من فيهما، يكون حق اليقين أنك تلمس الآن الحادث بيديك، يزداد عندك بالعين وباللمس مع العلم. فهناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. فهو ذكر الثمرة للمتواتر، قال ترى به علم اليقين حاضرة، فذكر مرتبتين من مراتب اليقين وهما العلم والعين. العلم علم اليقين حاضرا أي عيانا، فذكر مرتبتين ويتضمنان المرتبة الثالثة وهي حق اليقين. وفي القرآن نجد هذا اليقين، كلا لتعلمن علم اليقين، وفي الآية ثم لترونها عين اليقين، فهذه ذكرها الله عز وجل. نعم، علم اليقين وعين اليقين ذكره الله تبارك وتعالى. طيب، قال بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسما، ثانيهما له العزيز واسما. بشرطه وأول الأقسام، الشرط الذي يقصده بذلك، ما الشرط الذي يقصده هنا في هذا البيت؟ أولا من يعيد البيت؟ بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام. نعم، من يعيد البيت؟ تفضل قم. نعم، المقصود بالشرط يا إخواني ما هو؟ شرط المحدثين الاتصال المخالف للانقطاع. فتعريف الحديث عند أهل العلم، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، هذا شرط العدل الضابط، أول شيء الاتصال، العدل الضابط شرط عن العدل الضابط، فالعدالة الاتصال والعدالة والضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا. فهذه شروط لصحة الحديث، بشرطه أي باتصاله وإيش؟ باتصاله وعدالة ناقله وضبطه وعدم شذوذه
وعدم العلة. فالأولى ثلاث شروط، والثانية انتفاء الموانع. فهناك عندنا شروط ثلاثة وموانع، فإذا وجدت الشروط الثلاثة وانتفت الموانع يكون الحديث صحيحا. شرط الاتصال، العدالة، الضبط. فقوله بشرطه أي باتصال وعدالة وضبط، وانتفاء الموانع انتفاء الشذوذ والعلة، والعلل العديدة. وأول الأقسام، أول أقسام الآحاد هو المشهور، بدأ بالأعلى المشهور. وفي الأعلام أي أعلام المحدثين، أعلام أهل العلم، بعضهم سماه مستفيضا. وفي الأعلام من قال هذا مستفيض اسمه، أي المشهور الذي له ثلاثة أو أكثر يسمى مستفيضا. منهم من قال مشهور واكتفى بذلك، ومنهم من قال هناك المستفيض. المشهور ذو الثلاثة، والمستفيض ما كان فوق الثلاثة ما دون حد التواتر. من قال هذا مستفيض اسمه، اسمه مستفيض. فقسموه الأحاد إلى ثلاث أربعة أقسام: مستفيض، مشهور، عزيز، غريب. ومنهم من قال مشهور يدخل فيه المستفيض، عزيز، غريب. ثانيهما له العزيز واسما، أي سموه ووسموه. والوسم هنا من التسمية، والوسم يقال للعلامة التي توضع على البعير بالنار وسم، يعني لكل صاحب إبل ختم من الحديد يوضع على النار ثم توسم به الدابة، فيقال هذا وسم فلان. وكانوا قبل لهم هذا الوسم يسمون به العبيد أيضا، الذي له عبد يسمه بهذا الوسم فيقال هذا عبد فلان، كما هذه دابة فلان. ويقال بأن عبد الملك، بأن الحجاج عامل عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي لما أسرى دير الجماجم مع عبد الرحمن بن الأشعث، كان من ضمن هؤلاء الأسرى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقال بأن الحجاج وسم أنس بوسمه، هذا عتيق الحجاج. ذكر هذا أكثر من واحد من أهل العلم من أهل التاريخ. فالمقصود الوسم هو علامة نارية توضع على البدن تكون سمة لهذا الموسوم. فالتسمية شيء، وهي أبوك سماك محمدا سماك إبراهيم فهذا اسم، والوسم هو علامة نارية توضع على البدن سواء بدن الدابة أو غيرها. فهو قال هنا ثانيهما له العزيز واسمه، أي سمة بارزة للعزيز، وهو ما ورد عن اثنين من الصحابة بطرقها، فهذا يسمى عزيز، الذي ورد عن صحابي عن ثلاثة من الصحابة أو أربعة، الأربعة يسمى مستفيض، الثلاثة يسمى مشهور، الاثنين عن صحابيين يسمى عزيزا، أي ورد عن صحابيين اثنين، فتكون سمة له أنه عزيز. وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم. من يعيد البيت الثالث، هذا الذي قرأناه في أنواع في تعريف الخبر؟ نعم، من يعيده؟ وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم. نعم تفضل. نعم، وليس شرطا للصحيح، يعني هذه الشروط الثلاثة، الاتصال والعدل
والضبط ليس شرطا فقط للصحة للصحيح، فهناك شروط لابد من وجودها التي قلنا عنها موانع ابتداء احنا. وقد تتوفر الشروط ولكن لا يصح بسبب الموانع. وقد رمي من قال بالتوهم، أي من قال بأن هذه الشروط هي فقط للتصحيح، هذا مرمي رمي، يعني رمي بالتوهم أي أنه وهم، لا بد من انتفاء الموانع لتثبيت الصحة. أما من قال بهذه الشروط فقط فليس كلامه دقيقا، إنما كلامه موهوم، هذا مراده. فلا بد من الشروط وانتفاء الموانع حتى تكون صحيحة. ثالثها يدعونه الغريبا، والكل آحاد، والكل آحاد ترى ضروبا. ثالثها يدعونه الغريبا والكل آحاد ترى ضروبا. من يعيد البيت؟ من يعيده؟ تفضل. ثالثها نعم. إذن هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها أو الأربعة، الاستفاضة، المشهور، العزيز، والثالث الغريب، على اعتبار الثلاثة الأولى مشهور عزيز غريب، وعلى اعتبار المستفيض بيكون ايش؟ ايش بيكون؟ رابع. فلو قال رابعها صحيح على اعتبار الاستفاضة مرتبة، ولو قال ثالثها صحيح على اعتبار الاستفاضة ليست مرتبة إنما هي بمعنى المشهور. ثالثها يعني ثالث المشهور والعزيز يدعونه الغريبة، اسمه الغريب. وكل هذه الأقسام الثلاثة والكل آحاد، المشهور العزيز الغريب آحاد، ترى ضروبا أي أنواعا، الضروب اللي هي أنواع، ضربا أي نوعا. ولذلك نجد هذه اللفظة ضروبا بمعنى الأنواع، أي ترى أنواع الحديث الثلاثة وهي المشهور والعزيز والغريب، أو المستفيض والعزيز والغريب، أو المستفيض والمشهور والعزيز والغريب، على من جعلها أربعا ترى منها ضروبا أي أنواعا من الأحاديث. هذا من حيث تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر. قال فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد، أي من الآحاد، من آحاد الأحاديث. من يعيد البيت في الأول؟ فيها أتى المقبول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد. تفضل تفضل. نعم، أي في أحاديث الأحاد الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها سابقا، منها ما هو مقبول عند أهل العلم، عند أهل الفقه، عند أهل الحديث، ومنها ما هو مردود غير مقبول. إذ هي في الأحكام لا تفيد، المردودة غير مقبولة لا تفيد في الأحكام. طيب إذا كانت صحيحة مقبولة غير مردودة تفيد في الأحكام؟ عند أهل العلم، جمهور أهل العلم، نعم تفيد في الأحكام. عند أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع، قالوا لا تفيد في الأحكام شيء، لا بد أن تكون الأحاديث متواترة. وهذا يعني تجني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجمهور أهل العلم على أن أحاديث الآحاد تفيد الوجوب. وأول من كتب في هذا
من أهل العلم الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، أول من أصل وجوب الأخذ بخبر الواحد الإمام الشافعي في الرسالة، وتوسع ابن حزم الأندلسي في الأصول، في أصول الأحكام وفي المحلة، وكتب في هذا أبحاث قيمة جدا في وجوب الأخذ بخبر الواحد. وكان من آخر هؤلاء شيخنا الإمام رحمة الله عليه في رسالته وجوب الأخذ بخبر الواحد. فالأخذ بخبر الواحد عن جمهور أهل العلم يفيد العلم الذي تؤخذ منه الأحكام. قال: فيها أتى المقبول والمردود، أي في أحاديث الآحاد منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فالمقبول في الأحكام يفيد عند جمهور أهل العلم، والمردود لا يفيد في الأحكام عند جمهور أهل العلم أيضا، بل عند إجماع العلماء بلا خلاف بينهم أن المردود لا تقبل منه أحكام ولا يفيد أحكاما. حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها، من يعيد البيت، حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. تفضل قم. حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. نعم، فأحاديث المردودة والمقبولة أحاديث الآحاد تفيد الأحكام عندما نبحث عن ثقاتها، حتى يتم البحث عن ثقاتها. نبحث في الأسانيد، أين نبحث؟ في المتون أم في الأسانيد؟ في الأسانيد. هنا ذكر اللازم ولم يذكر الملزوم. حتى يتم البحث عن ثقاتها أي في الأسانيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها أي رواة الحديث. كثير من الناس يقولوا رجال الحديث، أيهما أونا، أقول رواة الحديث أم رجال الحديث؟ رواة الحديث، لأنه كثير من الأحاديث مروية عن النساء، بعض الأحاديث مروية عن الصبيان. فإذا قلنا رجال الحديث نحجر واسعا، أين سنذهب بأحاديث عائشة؟ ولنسوي عائشة رجل؟ أين سنذهب بأحاديث أم سلمة؟ أين سنذهب بأحاديث حفصة؟ أين سنذهب بأحاديث عمرة من التابعيات؟ أين سنذهب بأحاديث بسرة بنت صفوان؟ هؤلاء نساء. أين سنذهب بأحاديث أم هانئ؟ بأحاديث أم الفضل؟ فالأصل أن نقول رواة الحديث. كثير من إخواننا طلاب العلم يقول رجال الحديث، هذا مش صحيح، هذا مش دقيق. بعض الأحاديث رويت عن الصبيان لما كانوا صبيانا، لما لا كانوا رجالا. يعني أحاديث الحسن ابن علي ابن أبي طالب، حديث دعاء في القنوت، من الذي رواه؟ الحسن. الحسن رواه لما كان صبيا، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كان صبيا. قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فكان صبيا لما روى الحديث وليس رجلا بالغا. فحديث الصبيان ستذهب. حديث محمود بن الربيع قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا، كان صبيا. زيد بن أرقم في حديث دعوها فإنها منتنة، لما تحدث بعض الناس فقالوا يا للأنصار، وقال البعض يا للمهاجرين، لما روى كان صبيا. فالصحيح أن نقول رواة الحديث وليس رجال الحديث.
حتى يتم البحث عن ثقاتها، أي في رواة الحديث في أسانيد الأحاديث، وطرح من ضعف من رواتها. نبحث في الأسانيد في رواة الحديث فنطرح من ضعف، الذي ضعف وقيل أنه ضعيف نطرحه ولا نبقيه في سند هذه الأحاديث. وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبري. الأحاديث الآحاد طبعا المقبولة منها تقول وقد يفيد العلم أعني النظري، أي الأحكام دون العقائد، العلم النظري غير العلم العملي، العلم النظري في الأحكام. نحن الآن نتعلم علم نظري، العلم العملي المتعلق بالعقائد وليس بالأحكام. الأحكام هذا حلال وهذا حرام، هذا يصح وهذا لا يصح، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا علم نظري. العلم العملي الذي يؤدي بك إلى العمل الاعتقادي، لأن عندما يصير عندك اعتقاد بشيء تعمل من ضمنه، فهذا علم عملي وليس علم اعتقادي. يعني حتى نفرق، أنا أقول مثلا أروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت إلا يصلون على معلمي الناس الخير. هذا علم إيش؟ علم نظري. لكن لما آتي أجلس في هذا المجلس وأنتم تجلسون في هذا المجلس حتى تعلموا الخير وتذهبوا وتعلموا، صار علما إيش؟ عمليا. العلم العملي، العلم النظري هو الرواية هو المعرفة، والعلم العملي هو الذي يؤدي بك إلى العمل. لولا أنه استقر هذا العلم في قلبك لما أدى بك إلى العمل. فالعلم النظري قد يصبح عمليا لأنه يستقر علم الغيب في صدرك فتعمل به. فقول هنا وقد يفيد العلم أعني النظري، أي أخبار الآحاد قد تفيد العلم النظري، أي معرفة الأحكام. إذا أتت قرائن للخبر، تفيد العلم النظري إذا كان هناك قرائن مع هذا الحديث أو ذاك، فتفيد العلم النظري الذي يؤدي فيما بعد، قد يترقى إلى العلم العملي. ونحن نذكر على ذلك في مجلسنا هذا مثل حديث كعب بن عجرة في إثبات الصلاة على الآل، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله، ذكرنا حديث كعب بن عجرة، وذكرنا حديث أبي حميد الساعدي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته. فهذه قرينة انضمت إلى ذاك الخبر، قرينة إذا أتت قرائن للخبر، هذه قرينة دلت على هذا الخبر وعضضته، فأفادت العلم النظري الذي يؤدي بعد ذلك إلى علم عملي من خلال العمل بهذا العلم. طيب، قال هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. من يعيد البيت؟ هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة، تفضل. هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. كم يعني كم نوع في هذا البيت يشير إليه ما الناظم؟ كم شيء يشير إلى أي؟ كم شيء يشير الناظم في هذا البيت؟ يشير إلى موضوعين الحقيقة. هذا على المختار تبع للأبيات السابقة. هذا يشير إلى أنه هناك اختلاف بين أهل العلم، بين هل الآحاد أحاديث الآحاد تفيد العلم أو لا تفيد العلم.
فهو قال أنها تفيد العلم على المختار، المختار عند أهل العلم أن الآحاد تفيد العلم، رجح أن الآحاد تفيد العلم. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الغريب، فقال والغرابة أي نوع الغريب من الأحاديث الذي ورد عن حديث ورد عن صحابي واحد. فقال أن الغرابة قسمان، مين بذكر لي أشهر حديث غريب تعرفه الأمة؟ أشهر حديث غريب، تفضل قم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لكنه أشهر حديث غريب تعرفه الأمة، وقد بدأ به الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه، وكثير من أهل العلم خطوا ونهجوا نهج الإمام البخاري فذكروه في أول كتبهم، مع أن البخاري روى الحديث في 7 مواضع من كتبه، أسانيدها أعلى من الإسناد الأول، رواتها أوثق من الإسناد الأول الذي في أول صحيح البخاري، لكنه قدم الحديث الذي في أول صحيحه لسبب، من يذكر لنا السبب إذا كان يعرف؟ يعني روى البخاري حديث عمر بن الخطاب في صحيحه 7 مرات من طرق عدة من شيوخه هو عن عمر بن الخطاب، من عدة طرق من عدة شيوخ من شيوخه، لكنه قدم الرواية التي للحميدي على غيرها من الروايات التي رواها عن مالك وعن عبد الله بن يوسف، وكلاهما عنده أوثق من الحميدي. لماذا قدم رواية الحميدي على رواية مالك ورواية عبد الله بن يوسف وغيره؟ تعرف؟ قم إذا كنت تعرف ارفع صوتك. بالعكس، هناك أسانيد أعلى عند البخاري من هذا السند، العلو قلة الرجال يعني. لكن ما الذي دفع البخاري لتقديم روايته عن الحميدي إلى عمر مع نزول السند وقلة مرتبة الثقات بالنسبة لغيرهم؟ من يعرف؟ ما تعرفه؟ طيب اكتبوها، هذه اكتبوها. قدم البخاري هذه الرواية لأن كل ألفاظها تدل على السماع، لأن كل ألفاظها تدل على السماع، لأنها وافقت شرطه 100%، شرط البخاري اللقاء والسماع، وكل ألفاظ الحديث هنا عنده أثناء ألفاظ السند تدل على السماع. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول، سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول، سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول، سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الأعمال بالنيات. فلأن الألفاظ كلها فيها إيش؟ فيها سماع وتحديث، شرط البخاري اللقاء والسماع وليس اللقاء والمعاصرة فقط، فقدم هذا لأنه وافق شرطه بالكامل مع نزول السند، لكن كلها فيها سماع وتحديث، كل واحد من الرواة سمع من شيخه وحدث بهذا الحديث. طيب، قال والغرابة قسمان، الغريب الذي جاء عن صحابي واحد قسمان فيما قال ذو الإصابة، يعني أيضا هذان القسمان، قسم أهله على صواب وقسم أهله على غير الصواب، فهو يريد الصواب الآن. فقال الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق والثاني ورد. من يعيد البيت؟ تفضل تفضل. فسمه
نعم. الأول من الغريب، ما احنا قلنا الغريب قسمان، الأول منهما غريب في أصل السند، أي لم يرد من إلا من طريق صحابي واحد، وسنده واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فهذا أصل السند واحد، رجل عن رجل عن رجل عن رجل، فهذا القسم الأول من الغريب، وهذا يسمى الغريب المطلق، يسمى الغريب المطلق، لأنه ثبت من طريق صحابي واحد يرويه عنه تابعي واحد يرويه عن التابعي الواحد تابع تابعي واحد، وهكذا في كل طبقات الإسناد. النوع الثاني، القسم الثاني والثاني ورد، هذا القسم الثاني ورد والبيت التالي يتممه، فقال: والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسب وهو قليل ذكره في الكتب. القسم الثاني، الأول مطلق والثاني إيش؟ نسبي أو نسبي، فيما عداه سمه بالنسبي أو بالنسب نسبة إلى الإسناد نفسه، أو بالنسبي وهو يعني بخلاف المطلق، فالأول مطلق والثاني نسبي. والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسبي وهو قليل ذكره في الكتب، أي النسبي قليل بالنسبة للمطلق. النسبي لا يكون كل طبقات الإسناد واحد عن واحد عن واحد، قد تختلف طبقات الإسناد، وهذا حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، من النسبي وليس المطلق، لأنه بعد يحيى بن سعيد كثرت طرقه، فهو نسبي من حيث عمر وعلقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، بعدهما تتعدد الطرق فيكون نسبيا وليس مطلقا. أما واحد عن واحد عن واحد طيلة الإسناد فهذا مطلق، غريب مطلق وليس غريب نسبي، وهو قليل في كتب الحديث خاصة الكتب المتأخرة، المسندة فهو قليل فيها. نتوقف إن شاء الله. طيب، نتوقف عند البيت التالي، وهو: بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام. نتوقف عنده إلى المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شيخ، هنا أسئلة لماذا سابقا. طيب هذه أربعة عشر سؤالا كتبها أخونا.